متظاهرون من جميع مكونات كركوك تجمعوا بالقرب من سوق القلعة مطالبين بإيقاف قرار هدم أكثر من 150 من المحال التجارية من أجل مشروع استثماري. هذا أنا 65 سنة أنا قاعد هنا شيل الشباب وأساسين الشايب ولا تقاوتي ولا راتب، وين نروح؟ هذا كاكل هذا كلها متلي. نطالب بالمحافظ أن يشيل هذا الإجراء وهذا القرار عنا، إحنا لا شغل لا عمل، هذا حالية وضعية السوق. أصحاب هذه المحال يرون أن بناء المولات الحديثة وهدم القديم تجاوز على تاريخ وتراث المحافظة، مطالبين الحكومة بمنح إجازات الاستثمار لمشاريع تنشأ على أطراف المدينة. هناك مشروع استثماري للمول داخل مدينة كركوك، ويبين أن هناك فترة وجيزة ما بين الجسر والأخرى مولين سوف يهدم المدينة. يعني هاي صوت العالم شنو؟ يهدمون على فوق راس العالم، ما يصير. خطيه وين يروحون هدول؟ ابو اجداد هنا يشتغلون هدول. ناشطون مدنيون من جميع مكونات كركوك شاركوا اصحاب المحل مواقفهم، حيث اشار البعض منهم الى وجود سماسره قاموا بهدم المحال القديمه وامتلاكها تحت مسمى الاستثمار. هل تقبل ان ياتي شخص يستفاد لنفسه شخصيا ام 500 عائله يعيش على هذه المحلات؟ هذه عوائل قادحة فقيرة تدير أرزاقه تدير عوائله من وراء هذه المحلات. دائرة الاستثمار في كركوك أكدت أنها تأخذ بنظر الاعتبار حقوق أصحاب المحال في كل المشاريع الاستثمارية، وأن هذا المشروع والأراضي التي سيقام عليها تعود لبلدية كركوك. تظاهرة جمعت جميع مكونات كركوك في مطالبات غير سياسية وإنما حياتية. سران الداودي، الحرة، كركوك.